ماشي رصدنا نسبه كبيره جدا من التجاوزات خلال عمليه الاقتراع في اليومين اللي تم فيهم الاقتراع. رصدنا نسب كبيره جدا من التجاوزات، ويمكن هتلاقوا مع حضراتكم احصائيه بنسب التجاوزات لكل مرشح. وكان ابرز التجاوزات على قد ان هو مش اللي واخد نصيب الاسد في التجاوزات كان احمد شفيق، لكن كانت تجاوزاته هي التجاوزات الفجه. رصدنا تجاوزات للامن ورصدنا تجاوزات للقضاء انفسهم هم. وكان السمه الغالبه في الموضوع ان كان القضاء كان في قضاء اللي رصدناهم بيتجاوزوا لحساب المرشح احمد شفيق. نظام مازال موجود ما سقطش، فمن خلال نفوذهم ومن خلال صلاتهم بالسلطه في مصر، السلطه ما زال بيمتلكها الحزب الوطني الصف الثاني في الحزب الوطني هو اللي بيحكم، وبالتالي من خلال نفوذهم كانوا مسيطرين على معظم اللجان، كانوا واقفين قدام اللجان ببلطجيه الحزب الوطني، ونواب الحزب الوطني موجودين. ويمكن احنا عندنا فيديوهات لبعض نواب الحزب الوطني يعني نفقها مع التقرير بتاعنا، مصورينهم وهم واقفين قدام اللجان بيوزعوا فلوس وبيديروا البلطجيه امام اللجان من اجل منع انصار المرشحين الاخرين من الوصول وتغييرهم، ومن اجل اقناع الناس والتاثير على الناخبين بانتخاب احمد شفيق مره. دي كان للاسف شاهدنا في خلال العمليه الانتخابيه صوره مصغره من انتخابات الحزب الوطني ومن انتخابات مجلس الشعب 2010 و2005 وانتخابات الرئاسه 2005. رصد اكثر من 50 اسم مقرر في لجنه مدرسه عمر بن عبد العزيز التجريبيه بحوش عيسى بالبحيره، 50 اسم مقررين في الجداول الانتخابيه، وده في حد ذاته مخالفه صريحه. ظهور الورقه الدواره في بعض اللجان، ويمكن كانت في الشرقيه بشكل واضح، كانت موجوده بشكل واضح. تدخل بعض المجندين في العمليه الانتخابيه عند بعض اللجان، وتوجيه الناخبين لتصويت احمد شفيق، وتصويت لوائان دفاع جوي بكل من المطروح والغربيه، ويوجد محاضر اثبات حاله. ملاحظ حاجه اسمه ذو وقت قليل هو مغازله احمد شفيق في مؤتمر صحفي في القوى الثوريه، مغازلته ب 6 ابريل تحديدا، وانه قال ان 6 ابريل والقوى الثوريه هيمكنهم هيكون لهم دور في السلطه، وكذلك انه هيحقق اهداف الثوره. طبعا ده بنستنكر هذا التصريح، لان كيف لاحمد شفيق اللي هو يعبر عن النظام السابق اللي هو اصلا لا يعترف بالثوره، وكان في تصريح امس لاحد مسؤولي حملته ان هو الثوره انتهت، واحمد شفيق في تصريحاته السابقه قال انه هيفض الميدان في ربع ساعه وان الثوره انتهت، وانه يرفض اي مظاهر ثوريه، فموقفه واضح جدا ان هو ضد الثوره. فكيف لو حاول ان يخادع القوى الثوريه ويغازل القوى الثوريه و6 ابريل، فهذا امر مرفوض، موقفنا منه ثابت. هذا احد اسرع او احد دعائم النظام السابق الذي قامت ضده ثوره، بالتاكيد لا تفاوض اطلاقا مع احمد شفيق ولا قبول له اطلاقا. وتؤكد مره اخرى موقفنا سيتم اعلانه بعد ايام من خلال النقاش مع القوى السياسيه، ومن خلال التفاوض مع الاخوان المسلمين، ومن خلال الموقف الجماعي للقوى الثوريه.